حد يسمعك؟ حد يسمعني في مقر هندسة الصوت المراقبة برضو؟ انت عقيد امن دولة يا ناشا. تشربي ايه؟ لا انا نازلة على طول، ورايا مشوار مصابين الكنيسة قلت اعد عليكي قبلها. طب جاية ليه لما انت نازلة على طول؟ مش فاهماكي. وحشتيني، فيها حاجة؟ خريطة معاكي. ايه ده؟ اكيد هوصل لحاجة يا ليلى. انا مش هسيب اي حد ليه علاقة بالموضوع الا وهسجله. يا روبا انا خايفة عليكي. كل سيدي من دول زي ما فاكراه يقربك من الحقيقة، هو في نفس الوقت يقربك من الخطر. عندك حل تاني؟ انت شايفة ان ده حل يعني؟ طب هيوصلك لحاجة؟ يمكن ويمكن لا يا ليلى. بس مش عاوزه اجي يوم واقف قدام رضا يقول لي عملت ايه عشاني، يكون عندي حاجه ما عملتهاش. سوري يا ليلى، ما قلتلكيش ميرسي على المقال. ميرسي على المقال؟ هو رضا ده كان اخوك لوحدك ولا ايه؟ كان اعرفه قبل ما اعرفك يا بنت. ربنا يخليكي لينا يا رب. انت عارفه ان النهارده عيد ميلاده؟ وعلشان كده قصدت انشره في المعده، والسنه الجايه ان شاء الله هيبقى معانا ونحتفل بيه وما نكتبش عنه تاني يا ستي. ان شاء الله يا رب. مش هتشربيني حاجه؟ انتي مجنونه يا بنتي، مش لسه سالاكي وقلتي لا؟ غيرت رايي.